السلام عليكم. اليوم راح نبدي نحل البروبلمز مال ليكتشر 1 في التي دي ام. قبل لا نبدي بيها اكو عندنا بالبداية اشتقاق الدكتور اكد عليه وشرحها بالبداية، فقلت بالبداية نشرحها ونبي نكمل على البروبلمز. ان السؤال مثلا اذا اجانا اشتاق ال T half-life تساوي 0.693 على كليرانس في VD، هذا شلون اجانا؟ حقيقة هو اجا من rate of elimination، احنا نعرفه يساوينا بشكل عام هو الكليرانس في steady state concentration، ونفس الشيء rate of elimination يساوينا الamount of drug in the body مضروبة في ال K. طبعا الأموات بالمليغرام مثلا أو وحدة ماس، وال K واحد على السكند. فمساواة الطرفين باعتبار أنهن نفس الناتج rate of elimination، راح نقول clearance في concentration بالsteady state يساوي الأموات مضروبة في الكي. الأمونت هي مليغرام، جاينا من ضرب ما بين الفوليوم اوف ديستريبيوشن في الستيدي ستيت كونسنتريشن. فالكليرانس في السي اس اس يساوي الفوليوم اوف ديستريبيوشن باللتر في الستيدي ستيت كونسنتريشن اللي هو مثلا مليغرام بير لتر او وحدة ماس عليه. بعدين راح نختصر اللتر واللتر ويطلع لنا الأمونت بالمليغرام، هذا كله مضروب في كي. طبعا اكيد راح نقدر نختصر الستيدي ستيت كونسنتريشن بيناتهم، راح يطلع عندنا الكليرانس تساوي الفوليوم اوف ديستريبيوشن مضروبه في الكي اليمنيشن كونستانت احنا نريده، فالاليمنيشن كونستانت يساوي لنا الكليرانس على الفي دي حاصل ضرب وسطين في طرفين او مضروب بصف المجهول يصير مقام شلون ما تحسبها. احنا عندنا قانون ثاني يقول لنا يا ب ال T half life تساوي 0.693 على KE، فنجي نعوض هنا T half life تساوي 0.693 على clearance على VD، هذا راح يعطينا 0.693 على كليرانس مضروب في في دي، وهذا هو المطلوب اللي احنا كنا نريده. هسه نبدي بالبروبلمز. بالنسبة للسؤال الاول من البروبلمز ديفينيشن، موجودة التعريف بالشابتر موجودة بمحاضرة دكتور سامر، فتقدرون ترجعوا لها. بالنسبة للسؤال الثاني، السؤال الثاني هم يعني شوي اسهل من نحله، بسيط كلش، مجرد انه نجيب ورقة رسم ونرسم باراجراف نخلي الدوز versus concentration بالنسبة لهذا الدواء والدوز versus concentration بالنسبة لهذا الدواء الثاني، ونشوف اذا طلع عندنا خط مستقيم فهو first order pharmacokinetic، واذا طلع عندنا خط مستقيم وبعدين صعد مباشرة بشكل سريع فهذا ميكاليس مانتن فارماكوكينيتيك. حلوها وراح تشوفونه، يعني شغل كلش بسيط، مجرد رسوم وإراد ورقة مال باراجراف. بالنسبة للسؤال الثالث، السؤال الثالث ده يقول لنا اكو عندنا patient عند liver failure و patient عند heart failure. طبعا قبل كل شيء بالنسبة للقوانين مال هذا الشابتر راح ننزل لكم اياها مختصره وكلهن ضمن ملف واحد، اسهل عليكم بحفظها لانه هذا الشابتر لازم تنحفظ القوانين. بالنسبه لهذا السؤال يعني بسيط، مجرد انه ناخذ المعلومات ونخليها، هسه راح نطبق ونشوف. هنا الكاتب لنا بالنورمال، نورمال سبجكت الكليرانس 45
والفوليوم اوف ديستريبيوشن 175. فنجي نكتبها، نسوي مثلا مثل الجدول، هذا نورمال وهذا ليفر فيلر وهذا هارت فيلر. بالنورمال يقول لنا الكليرانس راح تساوي لنا 45، طبعا هنا الكليرانس 45 والفوليوم اوف ديستريبيوشن 175. بالليفر فيلر قال لنا 15 الكليرانس والفوليوم اوف ديستريبيوشن 300. طبعا الوحدات اكيد تعرفون، بالنسبه للكليرانس لتر بير اور، بالنسبه للفوليوم اوف ديستريبيوشن لتر. الهارف الهارد فيلر 30 كليرانس و100 فوليوم اوف ديستريبيوشن. وقلنا انه احنا نريد نسوي اتشيف لستدي ستيت كونسنتريشن 10 ملي جرام بير لتر. فشنو اللي مطلوب من يمنا؟ طبعا دائما لازم بس نركز على المطلوب. المطلوب recommended an intravenous loading dose يعني LD and continuous intravenous infusion maintenance dose MD to achieve a steady state concentration of 10 for your two patients based on this data and estimate the time it will take to achieve steady state concentration يعني T half-life. فك conclusion بالأخير هذا السؤال يريد من عندنا ثلاث شغلات، أول شيء الـ LD وثاني شيء الـ MD وثالث شيء الـ T half-life. طبعا هذا السؤال هو عبارة عن سؤالين مدموجات سوا، فأنت لازم تطلع الـ LD والـ MD والـ T half-life للليفر فيلر والـ LD والـ MD والـ T half-life للهارت فيلر. فبالنسبة للليفر فيلر القانون، طبعا القوانين قلت لكم راح ننزل لكم اياها كلهم سوا حتى تتذكروهم. قانون الـ LD هو steady state concentration مضروب في volume of distribution. steady state concentration 10، volume of distribution بالنسبة لل liver failure هذا volume of distribution 300 ويساوي نجد 3000. إيش قد الوحدة مهمة كلش ملي جرام. loading dose تقاس بالماس، كلش سهل الحل مالته، مجرد ان ترتب السؤال مالتك انت على راحتك تطبيق كلش راقي يصير. بالنسبة للام دي، الام دي القانون مالته steady state concentration في الكليرانس. بالنسبة للليفر فيلر طبعا steady state ثابت 10، في الكليرانس احنا نريدها مال الليفر فيلر وينها، هذه 15 شكد يساوي 150. التي هاف لايف قانون اللي مساء احنا اشتقيناه 0.693 على كليرانس في في دي، ويساوي شنو 0.693 الكليرانس 15 الفي دي 300، راح يطلع عندنا 14 ساعة تقريبا. هاي بعد مسألة رياضيات وحاسب ايامكم. الهارد فيلر لودينج دوز طبعا نفس التطبيق مباشرة، نفس القوانين CSS في VD ويساوي 10 في. بالنسبة للهارد فيلر إيش قد الفوليوم ديستريبيوشن 100، فإيش قد راح يطلع عندنا 1000، إيش قد الوحدة ملي جرام. طبعا نسينا نقول وحدة الام دي تختلف عن وحدة الال دي، طبعا الال دي بالماس ملي جرام، الام دي تقاس ب المليغرام بير اور او ماس بير تايم، لانه هنا عندنا ستيدي ستيت مليغرام بير لتر وهذا لتر بير اور، فالليتر ويا الليتر يروح يبقى مليغرام بير اور، والتايم طبعا اكيد الهاف لايف وحدتها وحده تايم اور. بالنسبه للام دي نفس التطبيق، راح يطلع عندنا CSS في كليرانس ويساوي لنا 10 في الكليرانس مال الهارت فيلر 30، ايش قد يساوي 300. التي هاف لايف 0.693 على الكليرانس اللي هي زياد 30
اكس اللي ناقص معناها الفا الى 30 نضربه في الفي دي اللي هو 100. ايش قد راح يطلع لنا الناتج؟ الناتج يطلع بالاخير 2.3 اور تقريبا. نواتج يمكم بالكتاب يعني ما يحتاج الاشياء. زين نجي للسؤال اللي بعده. السؤال الرابع منطينا تايم ومنطينا كونسنتريشن ويريد الكي ويريد الهالف لايف. طبعا after first dose of gentamicin is given to a patient with renal failure the following serum concentration is obtained. طانا تايمات معينة ورا ساعة ورا 24 ساعة ورا 48 ساعة طلع عندنا الكونسنتريشن 7 و 5 و 4 كذا. فقلنا شنو الهالف لايف وشنو هو الإليمينيشن ريت كونستانت. إليمينيشن ريت كونستانت بالنسبة للتي وبالنسبة للكونسنتريشن عدنا إلى قانون. القانون أيضا راح أخليكم إياه ضمن الملف. قالنا إنه الكي يساوي سالب لن السي 1 كي سالب لن السي 1 ناقصا لن السي 2 تقسيم T1 ناقصا T2. تقدر من السؤال تختار يعني أي concentration و time مثل هذا وهذا هذا وهذا هذا وهذا مو مشكلة. راح أخذ أول اثنين. بالنسبة للأول concentration مالته 7.7 والثاني 5.6 فسالب لن C1 7.7 لن 7.7 طبعا هاي من اخطاء شائعة كلش تكتب الرقم قبل لا هو لين الرقم ناقصا لين 5.6 تقسيم T1 1 ناقصا T2 24 هذا هيدينا الى سالب. طبعا هنا أنا لين 7.7 طلع اللي هو 2.04 ناقص لين 5.6 1.7 اثنين اثنين تقسيم سالب 23 تحل هذا وتدخل السالب او تطرحه مباشرة فراح يطلع عندنا 0.317 تقسيم 23 ولما ما طرحنا هذا من هذا وحذفنا السالب راح يطلع الناتج بالاخير 0.037 هذا الكي. زين راد الكي بعد ايش راد؟ راد التي هاف لايف كلش سهلة. تي هاف لايف هي 0.693 على الكي ايش قد؟ 0.693 كي 0.037 يطلع لنا تقريبا 50 ساعة. سهل وبسيط مجرد انه نركز بالسؤال نعرف شلون نختار المعطيات اللي احنا نريدها. هذا هو. زين بعدها عندنا السؤال الخامس. يقول average value of Michaelis-Menten pharmacokinetic parameters of phenytoin in adults مطينا ال Vmax 500 مطينا ال Km 4 وقال لنا what are the expected average doses of phenytoin with the produced steady state concentration at the lower and upper times of the therapeutic range. ومطينا therapeutic range 10 إلى 20. فإحنا إيش راح نسوي؟ راح نطلع الـ MD. طبعاً هنا هو شي يريد؟ يريد الـ MD. يريد expected average doses of phenytoin produced steady state concentration. في الـ MD أكيد. لأنه average doses maintains doses هي يعني كلها نفس المعنى. فاحنا راح نطلع الام دي بالعشرة وراح نطلع الام دي بالعشرين راح نقول يا به تقدر تختار ان الام دي مال من ما من من ام دي رقم 10 طلعناها بالكونسنتريشن الى حد الام دي اللي طلعناها بالعشرين. هسه لما نطبقها تطلع سهله. طبعا هو احنا عندنا قانون واحد للام دي بالنسبه للميكالس منتن. هذا القانون موجود اللي هو في ماكس الام دي تساوي ان في ماكس في الستيدي ستيت كونسنتريشن مقسوم على كي ام زائد الستيدي ستيت كونسنتريشن.
فاحنا قلنا اول شيء الفي ماكس 500 والكي ام 4 والستيدي ستيت كونسنتريشن قلنا فد رينج من 10 الى 20. احنا ناخذ العشرة اول شيء والعشرين هو رايد ما من يمنى الام دي اللي هي الدوس. بالنسبة للفي ماكس نعوض 500 والستيدي ستيت اول شيء راح ناخذه بالعشرة في 10 على الكي ام 4 زائد 10 يطلع عندنا 5000 على 14 ويساوي لنا تقريبا 357 ملي جرام. نفس الوقت راح ناخذها من جديد الام دي ويا ال 20 500 في 20 على 4 زائد 20 راح يطلع عندنا تقريبا 10000 على 24 ويطلع بالناتج 417 او 16 كسر ملي جرام. فالرينج يكون عندنا ما بين 357 الى 417. يا طبيب اختار الجرعة اللي تعجبك. زين هذا بالنسبة للسؤال الخامس. السؤال السادس اسهل بعد من يمه. السؤال السادس a new immunosuppressant كذا اسمه is being studied in the renal transplant clinical where you work based on previous studies following area under the curve serum concentration bear time were measured after single dose of 10 milligram in renal transplantation. The intravenous bolus dose هي 1530. هاي بالنسبة للـ IV فنكتب هنا الـ IV area under the curve بالنسبة للـ IV إيش قد 1530. بعد بالنسبة للكبسول وبالنسبة ل بالنسبة للكبسول وبالنسبة للأورال ليكويد بالنسبة للكبسول إيش قد عندنا area under the curve 1220 للكبسول و 1420 للأورال ليكويد. فنقول area under the curve بالنسبة للكبسول 1220 وبالنسبة للليكويد 1420. تمام. فهو من هذا يريد من يمنه what are the bioavailability of oral capsule and oral liquid, what is the relative bioavailability of oral capsule compared to oral liquid. زين طبعا البايوافايلابيلتي قوانينها من راح اكتب لكم اياها. بايوافايلابيلتي تساوي لنا الاري اندر ذا كيرف بالنسبه للاورال باي اورال على الاري اندر ذا كيرف بالنسبه للاي في. اول شيء احنا راح نقيس للكبسول كبسول ايش قد اري اندر ذا كيرف مالته 1220 على الـ area under the curve بالنسبة للـ IV 1530 هيطلع لنا تقريبا 0.8. إذا أردنا نسويها نسبة مئوية تطلع 80% الـ bioavailability. زين بالنسبة للـ bioavailability للـ liquid نفس الشيء area under the curve by oral على area under the curve by IV 1420 على 1530 هيطلع لنا point تقريبا 93. إذا أردنا نسويها بالنسبة المئوية في 93%. زين بعد هو شريد بالسؤال بالسؤال رايد الـ bioavailability of the capsule compared to the oral liquid. زين
هنا إذا أردنا بايو افايلابيلتي أو الريلاتيف بايو افايلابيلتي، همينا قانون الريلاتيف بايو افايلابيلتي يساوي لنا الاريا اندر ذا كيرف اوف ذا جينيريك على الاريا اندر ذا كيرف اوف ذا براند. هنا أنا ما عندنا جينيريك براند، دق لنا اريد مال الكبسول بالنسبه للليكويد، فالكبسول 1220 والليكويد 1420، هيطلع عندنا بوينت 85، واذا اردنا نسويها نسبه مئويه في 85%. هذا بالنسبة للسؤال الخامس السادس. زين أنا راح أضيف سؤال على هذا السؤال، إذا قال لنا الدكتور يعني هل إنه هذه النسب تعتبر مقبولة approved لو لا؟ الفكرة إنه النسبة المئوية اللي تطلع عندنا لازم تكون ضمن رينج معين حتى نقول approved، واللي هو من 80% إلى 125%. إذا طلعت النسبة من هذا النسبة فنقول هذا أبروز وماشي، وإذا لا فإذا أجي السؤال ولا البروبلم إحنا حليناه.